طبعا منتخب الكاميرون اللي بيدربهم الهولندي المعروف سيدور، ومساعده طبعا باتريك كلويفرت المهاجم الهولندي المعروف. كان منتخب الكاميرون هو تاني اكتر منتخب حصل على البطوله بعد منتخب مصر. منتخب الكاميرون اخذ البطوله 5 مرات، منتخب مصر 7 مرات. كان الخمس مرات سنه 84 و88 و2000 و2002 واخر مره طبعا هو حامل اللقب 2017. كان هم تشكيلتهم يمكن المدرب سيدورف بيعتمد على ال 4-2-3-1. هنعرض التشكيل على الشاشه قدامنا. اندري اونانا، وده يمكن افضل حارس في افريقيا حاليا واغلى حارس في البطوله، قيمته اللي هو اونانا حارس اياكس. يمكن الحارس ده يا جماعه اتخرج من اكاديميه ايتو وانتقل بعد كده لبرشلونه تحت 18 سنه، يعني يعتبر اتاسس في برشلونه. قيمته التسويقيه حاليا 35 مليون يورو، هو اغلى حارس في البطوله، يعتبر حاليا احسن حارس في قاره افريقيا، 35 مليون يورو. الاربعه اللي في الدفاع كولينز فاي، وده الظهير الايمن بيلعب في ستاندر ليج البلجيكي. الاثنين المساكين بانانا بيلعب في الدوري اليوناني، ميكائيل نوجاندو بيلعب في الدوري التشيكي، ايونجو الظهير الايسر بيلعب في مونبلييه الفرنسي. الاثنين الارتكاز جورج مانجيك ودوت بيلعب في مكابي هايفا، واندري زامبو بيلعب في فولهام الانجليزي. زامبو ده من اللعيبه كويسين جدا، اللعيبه اللي هي عندها حته الزياده والتكمله. صانع الالعاب الخطير اللي هو ارنولد ديجوم رقم 10 ودوت بيلعب في اسكتلندا عنده 30 سنه. نيجي بقى للثلاثي المرعب الامامي، وهو رقم ايكامبي اللي هو الجناح الشمال رقم 7 هداف فياريال الاسباني جايب 10 اهداف، وشوبو موتينج نجم باريس سان جيرمان طلع عنده 30 سنه، وقدام طبعا باسو جوج اللي هو لعيب هاينان الصيني يمكن عنده 23 سنه وهو افضل لاعب في البطوله الماضيه، لعيب مميز جدا. اول حاجه عندنا يمكن متوسط الاعمار في منتخب الكاميرون، متوسط الاعمار عندهم 25.9، يعني حوالي 29 سنة، ده يمكن متوسط الأعمار. القيمة التسويقية لمنتخب الكاميرون، منتخب الكاميرون قيمته التسويقية إيه؟ 160 مليون يورو و350 ألف، سابع أغلى منتخب في البطولة. يمكن أول منتخب السنغال، منتخب الكاميرون رقم 7. أول حاجة أول نقطة عايزين نتكلم فيها في نقاط القوة في منتخب الكاميرون، هو الراجل سيدورف بيعتمد على باسوجوج. باسوجوج ده أصلاً جناح وينج. الراجل شاف ان دور الدفاعي عند باسوجوج في اللي هو في الجناح اليمين الدور الدفاعي عنده يمكن مش قوي قوي، فالراجل بدا يستخدمه كمهاجم وهمي فولس ناين. المهاجم الوهمي ده اللي هو بينزل بيتحرك على الاطراف ويسقط لتحت للخلف ويبدا يفتح المساحات للي جايين من تحت سواء ايكامبي او شوبو موتينج، وده يمكن واحد من اخطر اللعيبه حاليا دلوقتي. يعني باسوجوج اتفرجوا عليه طبعا احنا عارفينه من البطوله اللي فاتت، فكره استخدام المهاجم الوهمي مع سيدورف مع باسوجوج. الحل الثاني ان هو ممكن يستخدم المهاجم الصريح اللي هو عنده بقى فينسنت ابو بكر، كان النهارده كانوا بيلعبوا مباراه وديه كان بادئ بابو بكر اكتر لاعب عنده مباريات دوليه وهو المهاجم الصريح بتاعهم 59 مباراه دوليه. في جاك زوا برده ممكن يبدا، ده برده اللي جاب فينا الهدف في الكاس الامم الافريقيه 2017. في باهوكين مهاجم انجيل فرنسي، يمكن الثلاثه دول سترايكر صريح، دول صريح. لكن باسوجوج نوعيه مختلفه، يعني منتخب الكاميرون قدامه حلين، عنده حلول كتير قدام، يا اما يبدا بمهاجم وهمي ويبدا يسقط للخلف ويتحرك ويفتح مساحات للي جاي من تحت، يا اما يبدا بمهاجم صريح. وعرضنا الثلاث مهاجمين، يمكن طبعا ابرز اللاعبين قدامنا على الشاشه شوبو موتينج زي ما قلنا رقم 13 عنده 30 سنه نجم باريس سان جيرمان، لعب السنه دي 22 مباراه، جاب كام جون؟ جاب هدفين، جاب 3 اهداف وما صنعش ولا هدف. الثاني اللي احنا قلنا عليه المهاجم الوهمي كريستيان باسوجوج، ده رقم 11 عنده 23 سنه، عدد مشاركاته قد ايه؟ 11 مشاركه في الدوري الصيني، احرز 4 اهداف وصنع 3 اسيست، ده يمكن اخطر لعيب من وجهه نظري في منتخب الكاميرون. وطبعا شوبو موتينج. ثالث اخطر لاعب ايكامبي، وده اللعيب المفاجاه نجم فيا ريال الاسباني السنه دي، جايب كام جون مع فيا ريال في الليجا؟ جايب 10 اهداف في كام؟ في 34 مشاركة، إذا ده اكتر لعيب في الخط الأمامي جاب أهداف الموسم ده، صنع 2 اسيست، يعني مشارك في 12 هدف في الدوري الأسباني اللي هو ايكامبي، ده يمكن أبرز اللاعبين. هنبص بعد كده على إزاي هم بيسجلوا الأهداف، ودي يمكن بتبين أبرز دايما لما بنيجي نتكلم في نقاط القوة، بنقول إزاي هم بيسجلوا الأهداف، إزاي منتخب الكاميرون يقدر يسجل الأهداف. هنلاقي إن هم زي ما قلنا عندهم، قلت ان المهاجم الوهمي اللي هو باسوجوج بينزل يسقط ويفتح المساحات لايه؟ للاجنحه، فعندك الاجنحه دايما بتقطع للعمق وتسدد، عشان كده اغلب اهداف منتخب الكاميرون جايه من خلال الاختراق من العمق من الاجنحه، بيخشوا للعمق ويسددوا، وده اللي هنشوفه دلوقتي بالصور. تاني حاجه برضو ان هم عندهم العرضيات، مميزين قوي بالعرضيات في الجبهه اليسرى، وقلنا ايونجو ظهير ايسر مونبلييه الفرنسي، واحد من الباكات الشمال المميزه على مستوى القاره،
بالعرضيات. ده يمكن شوبو موتينج برضو معانا. يمكن شوبو موتينج زي ما قلنا هو عنده 30 سنة وهو حاليا نجم باريس سان جيرمان. يعني شوبو موتينج لعيب من اللعيبة اللي هي عكس باسوجوك. باسوجوك دايما بيقطع للعمق. اللي قدامنا على الشاشة ده بقى شوبو موتينج، ودي يمكن كان انتقاله لباريس سان جيرمان. الفيديو ده قبل انتقاله لباريس سان جيرمان. لعيب مميز قوي هو، ودايما بيقطع للعمق وعنده حتة التسديد. مميز هو بطويل القامة، قوي جدا بدنيا، شخصيته عنده شخصية، لعيب هداف. يمكن هو كان ليه برضو يعني حاجة نقطة سلبية، بس ان هو كان ليه اغرب فرصة ضائعة على مدار الموسم كانت من شوبو موتينج نجم منتخب الكاميرون. ننتقل بعد كده ازاي بقى هم سجلوا الاهداف، ازاي منتخب الكاميرون، دي يمكن ابرز نقاط القوة بتبين ازاي منتخب الكاميرون بيسجل الاهداف، دي اهم حاجة. بعد كده عندنا القيمة التسويقية زي ما قلنا 160 مليون يورو، وقلنا ان هم سابع اغلى منتخب. قلنا ان ال 160 مليون يورو الحارس لوحده 35 مليون اللي هو اندريه اونانا. اندريه اونانا بالمناسبة حارس اياكس الهولندي، طبعا كلنا شفناه واتفرجنا عليه في نص نهائي دوري ابطال اوروبا. عنده 23 كلين شيت في 55 مباراة في جميع البطولات، سواء دوري ابطال اوروبا، سواء دوري هولندي، سواء كاس هولندا، في كل المباريات 55، يعني حوالي تكاد تقترب من النص، 23 مباراة. فحارس مميز جدا، واحد من افضل الحراس في منتخب في على مستوى قارة افريقيا. نيجي بعد كده بقى لنقاط القوة، نخش ازاي هم سجلوا الاهداف. زي ما قلنا هم سجلوا مع سيدورف 5 اهداف في التصفيات، او تحت قيادة سيدورف مش في التصفيات بس، لا في الويد دي كمان. لعبوا 6 مباريات، سجلوا كام هدف؟ 5 اهداف، نسبة طبعا مش كبيرة بالنسبة لمنتخب الكاميرون. 2 منهم تسديدات من الاجنحة من خارج منطقة الجزاء، زي ما قلنا عندك مهاجم وهمي واثنين جناح بيخشوا للعمق وبيصوبوا، ادي هدفين. واثنين عرضية من الجبهة اليسرى، زي ما قلنا الخطورة الجبهة اليسرى لمنتخب الكاميرون. واختراق من العمق من البديل كلينتون، قلنا ان ده ورقة رابحة عندهم، جناح مارسيليا رقم 7، ده برضو من الحاجات اللي انت تعمل حسابك على منتخب الكاميرون ان هم عندهم ورقة رابحة زي كلينتون. هداف الفريق زي ما قلنا تحت قيادة سيدورف هو شوبو موتينج نجم باريس سان جيرمان، واللي لسه كنا عارضين له فيديو برصيد هدفين. زي ما نبص كده ده اللي عليه الدايره دوت بقى شوبو موتينج. شوبو موتينج زي ما قلنا هنبص نلاقي باسوجوك رجع لورا خالص، دي فكره المهاجم الوهمي ليه؟ عشان يسحب معاه المدافعين. واللي عليه الدايره ده شوبو موتينج اللي هو الجناح الشمال، دخل لجوه للعمق وسدد. دي طريقه لعب منتخب الكاميرون، مهاجم وهمي يبدا يتحرك على الاطراف يسحب المساحات، وتشوبو موتينج يقطع في العمق. نبص على الصوره اللي بعدها، نبص نلاقي برده باسوجوك، ده باسوجوك اللي هو الجناح الايه الايمن، دخل لجوه وسدد بنفس فكره المهاجم الوهمي اللي احنا قلنا عليه في منتخب الكاميرون. قلنا اهم حاجه فكره المهاجم الوهمي اللي بينزل يسقط والاجنحه بتتحرك. طريقه لعبه مقاربه فعلا، طريقه لعبه يمكن مقاربه لصلاح، ولكن باسوجوج عنده حته اللي هي ايه الاختراق للعمق، المراوغه، دي نقطه مهمه جدا. نيجي بعد كده للصوره اللي بعدها، توقيت احراز 5 اهداف، هنبص نلاقي ان هم جايبين هدفين او الفتره الاغلب في اخر نص ساعة، يعني آخر ربع ساعة جايبين هدفين، والفترة اللي قبلها هدف، يبقى إذا آخر نص ساعة 3 أهداف. ده يأكد لك إيه؟ إن هم معاهم مدرب كويس بيعرف يغير. تاني حاجة إن هم بدنياً عاليين جداً، ولو نتذكر نهائي السنة اللي هو 2017 مع مصر، هنبص إن مصر كانت متقدمة ومنتخب الكاميرون رجع عليها بهدفين. إذا عندهم العامل البدني، يعني العامل البدني عندهم قوي جداً عند منتخب الكاميرون. نيجي بقى لنقاط الضعف، ازاي هم استقبلوا اهداف او نقاط ضعف منتخب الكاميرون. مشكله منتخب الكاميرون زي ما قلت في الجبهه اليمين، ان باسوجوج لما بيلعب ناحيه جناح الدور الدفاعي عنده نتيجه سوء في الارتداد الدفاعي. يعني لو بصينا مثلا رقم 1 اختراق في ظهر الظهير الايمن وعرضيه من الجبهه اليمنى للكاميرون، ضربه جزاء نتيجه اختراق من الجبهه اليمنى للكاميرون، ديت اللي كان بيلعب فيها ايه باسوجوج جناح. عشان كده الراجل بدا سيدورف بدا يوظفه كمهاجم وهمي. دي النقطه المهمه جدا، ان هم عندهم الجبهه اليمين الجناح اليمين عنده سوء في الارتداد الدفاعي، وبالتالي انت عشان تخترق منتخب الكاميرون بتخترقه من جبهه الباك اليمين. عنده برضو اهداف من تسديده من خارج منطقه الجزاء، ودي كانت قدام المغرب، هدف من ضربه ركنيه وده كان قدام منتخب البرازيل. لو بصينا على الصور بعد كده هنلاقي برضو اهو دي اللي عليه الدايره ده بقى مين؟ اللابس ابيض، ده باسوجوج اللي هو الجناح اليمين، واللي معاه الكوره ده لعيب اشرف حكيمي لعيب منتخب المغرب. اشرف حكيمي لعبها تمريره للعيب اللي جاي من اللي هو اللي جاي دوت.
وبالتالي باسوجوج طبعا لعبها له واتحسبت ضربه جزاء. فالدايره دي بتاكد ايه؟ بتاكد ان الراجل الجناح اليمين عندهم سوء في الارتداد الدفاعي، عشان كده سيدورف فكر في توظيف باسوجوج بدل من الجناح اليمين ان هو يوظفه كمهاجم وهمي يبدا يفتح المساحات للي جاي من ورا سواء الاجنحه او صانع الالعاب. الصوره اللي بعد كده دي الضربه الركنيه اللي دخلت فيهم في مرمى البرازيل. اللي بعد كده برضو هنبص نلاقي ده توقيت استقبالهم للاهداف، هنلاقي ان هم بيستقبلوا يمكن من اول ربع ساعه استقبلوا هدف، اخر ربع ساعه في الشوط الاول استقبلوا هدف برضو، يمكن مفيش توقيت مميز ليهم. يمكن اكتر حاجه برضو الشوط الثاني، في اول نص ساعه من الشوط الثاني بيستقبلوا فيها اهداف اكتر، ولكن مفيش توقيت مميز لتوقيت استقبال الاهداف بالنسبه لمنتخب الكاميرون. يمكن كده ده كان اول منتخب معانا، اعتقد ان احنا شرحناه بالتفصيل. إن شاء الله المنتخب الثاني هيبقى معانا بنين، منتخب بنين.